وعايز اعرف من حضرتك في البدايه ايه الاهميه اللي مثلتها مدينه العلمين بالنسبه لتاريخ مصر؟ هو في الحقيقه العلمين لما بنتكلم عن العلمين بنتكلم عن الساحل الشمالي بشكل اساسي. منطقه العلمين والساحل الشمالي في الحقيقه زي ما حضرتك قلت في التقرير بتاع حضرتك انها كانت منطقه مزدهره جدا ومنطقه بيعيش فيها السكان طول العام. وده كان بيرجع لعده عوامل. بصفه خاصه منذ العصر البطلمي اللي هو العصر اليوناني يعني والعصر الروماني. من العصر البطلمي او قبيله بشويه زي ما حضرتك عارف الاسكندر الاكبر دخل مصر وبنى مدينه الاسكندريه اللي هي لا تبعد عن 100 كيلو يمكن عن العلمين. وكانت او اصبحت الاسكندريه منذ عهد الاسكندر هي عاصمه مصر. وبالتالي ما حول هذه العاصمه كان مزدهر بشكل كبير جدا. يعني منطقه الساحل الشمالي كانت والعلمين اكستنشن للاسكندريه. امتداد. كان امتداد للاسكندريه وكان فيها مدن يونانيه شهيره جدا. وفي نفس الوقت كانت عامره لان كان في امطار بشكل كبير وبالتالي كان في زراعات مهمه اهمها الكروم او الاعناب واللي كان ليها شهره في العالم كله والحبوب. وبالتالي كانت في مدن وفي حياه بشكل كبير جدا زائد اعتدال الجو لدرجه انها زي ما حضرتك قلت اشتهرت او ازدهرت بشكل كبير جدا في العصر الروماني الى الحد انها اصبحت اشبه بالريفيرا. يعني لما حركت اكيد زرت الريفيرا بقى حلم كل اوروبي من الشمال انه بعد ما يطلع معاش او اسرياء ينزلوا يسكنوا في الريفيرا. فكان حلم. انا رحتها في مهمه صحفيه مش مهمه ثريه. مش للترفيه. وللترفيه جميله برضه. فمنطقه العلمين والساحل الشمالي كانت في ايام العصر الروماني كانت مزدهره طبعا بالسكان وبالمدن والزراعات وبالمعابد لكن كان حلم الاسرياء روما انه ينزل ويقيم في منطقه الساحل الشمالي بصفه خاصه العلمين وما حولها. امال ايه سبب انحسار الاضواء عنها بعد كده دكتور؟ ده سؤال مهم جدا. المنطقة زي ما قلت حضرتك كانت مزدهرة سكانيا وزراعيا وسياحيا بشكل كبير وامتداد للثقافة اليونانية والرومانية نسبة إلى الإسكندرية. اللي حصل مع دخول العرب مصر إن العاصمة تغيرت، موقع العاصمة تغير، بدأ الإسكندرية لم تعد هي العاصمة وبدأ الفسطاط إنشاء الفسطاط كعاصمة ثم العسكر والقطائع ثم القاهرة. وبالتالي الأضواء جذبت إلى القاهرة لدرجة أن الإسكندرية نفسها تدهورت بشكل كبير جدا ولم تعد مدينة الإسكندرية الزاهرة بالعلوم والثقافة والسياحة والفنون. القاهرة خطفت الأضواء من الإسكندرية ومن الساحل الشمالي. يعني عايز تقول انه ضعف مكانه العلمين في التاريخ طبعًا. كان بيشمل مدن الساحل كلها، مدن الساحل وبما فيها الاسكندريه بالمناسبه. بس يمكن بقى اسكندريه او مطروح بعد العلمين كان فيهم انتعاشه معينه، يمكن الالغام بقى هي اللي حدت بالزبط. من رجعت هذا النهوض في العلمين اهميتها مع العصر بدايه من عصر محمد علي مع الاهتمام بالاسكندريه وعودة الإسكندرية أنها تصبح الميناء الرئيسي لمصر بشكل كبير. فابتدى الاهتمام بهذه المنطقة. لكن حتى في عصور الضعف المنطقة اللي هي الساحل الشمالي ومطروح والعلمين كانت طريق تجاري مهم جدا. كانت قوافل التجارة التي تأتي من بلاد المغرب العربي، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، تاخد الطريق الساحلي ده وتقيم وتمر وتتبادل التجارة لأنه الطريق الأأمن وفي نفس الوقت الطريق الحي لأنه هيلاقوا مية لأن في أبار وكده. عكس طريق الواحات في الجنوب لأنه طريق خطر وطريق تقل فيه المياه ويقل فيه الأمن بشكل كبير. لكن في منطقة العلمين كان في قرى وبلدات طبعا. يقال انه كان في زلازل او فيضانات هي اللي يعني ردمتها في فترات العصر اليوناني والروماني. اليوناني والروماني حصل زلازل ادت الى تدمير بعض المدن الرئيسيه
بشكل كبير، عثر على أطلال منها، أنقاض منها مؤخرا. المنطقة كانت شهيرة ومهمة جدا، كان في مارينا بتستقبل السفن، وزي ما قلت لحضرتك أثرياء روما كان بينزل من يعني من البحر إلى المارينا ويقيم في هذه المنطقة وكده. كمان هذا الطريق بما في مرسى مطروح والعالمين كان طريق قوافل الحج من بلاد المغرب العربي، لأنهم كانوا بيجوا في نفس الطريق ده ثم ينزلوا إلى القاهرة، وده بيعلي من قيمته على فكرة. طبعا طبعا، وطريق مشهور جدا يعني، كتابات الرحالة المغاربة كلهم بيصفوا هذا الطريق بشكل كبير جدا وينزلوا منه إلى القاهرة. عشان كده الطريق ده زي ما حضرتك قلت في بداية تقريرك، ساعة الحرب العالمية كان هو الطريق عشان تقدر تدخل مصر.